انا كنت بتكلم على فكرة الاعلام، وفي ناس بتحول الاعلام لعداوة، وحر يعني في الاخر دي افكار ومفاهيم ودخلاء، يعني ما يعني بقى ناس ممكن تبقى هي مسؤولين ويفتكروا ان اللي بينتقد او اللي بيقول حاجة او اللي بيقول خبر ده عدو خلاص، وبيقعد يراهن طول الوقت على السكة دي ويجذب ويخاطب مشاعر الناس بالسكة دي، برضه بمرور الوقت ما بيصحش الا الصحيح. فانا بقول الكلام ده ليه؟ ان الاعلام ليه دور مهم جدا كمان في التصويب. سيبكم من الاجراءات القانونية والادارية والقوانين واللوائح والمدونات والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة وكل المؤسسات العظيمة دي ومحاولة شغلها في ضبط العمل الاعلامي. لكن قبل ضبط العمل الاعلامي في حاجة مهمة جدا، اللي هو ترسيخ المفهوم الاصلي للاعلام اصلا عند الناس. والاعلام ده ايه؟ يعني الاعلام اللي احنا بنقدمه ده دوره ايه واهميته ايه وقيمته ايه ومحتواه لازم يكون ايه والناس تتعامل معاه ازاي والمسؤول يقبله ازاي. يعني ازاي المسؤول لما يتقلد المسؤولية يتقبل اصلا الاعلام وانتقاده ازاي وليه، ولصالح البلد ازاي، ولصالح المنظومة ازاي، ولصالح المؤسسات ازاي. لازم ده قبل الضبط الاعلامي. الضبط الاعلامي على فكرة مش مجرد قوانين وارقام واكواد، الضبط الاعلامي قبل اي حاجة في الدنيا الضمير. مهنة الإعلام زي القضاء، أهم حاجة عند القاضي ضميره. أقوى حاجة وأهم حاجة وأكتر حاجة تحركه ضميره. أكتر حاجة وأقوى حاجة وأهم حاجة تحرك ضابط الشرطة أو ضابط القوات المسلحة في مهن كده أو الأجهزة الرقابية أو الضمير. الضمير هو ده أهم حاجة، إن ضميرك يكون يحركك. علشان كده الاهم من الضبط هو ان الناس اصلا تتقبل فكرة الاعلام وتبقى فاهمة الاعلام ده مش عداوة ولا خناقة. والاعلام ده دايما بيبقى مفتوح. يعني اقول لكم على حاجة، اديكم مثال في القصة دي. مثلا احنا بنقول خطا في نادي الاهلي، خطا في نادي الزمالك، خطا في نادي الاسماعيلي، خطا في اي نادي، يعني تطلع تتكلم كذا 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 كذا. اذا انت كلامك نتج عنه تصويب الخطا، يا سلام، ده شيء رائع جدا تشتغل عليه وشيء رائع. يعني مثلا كلمنا عن خطا انه لما حصل ان ناس راحت تتطاول على لافته في الاسماعيليه للمعلن بتاع النادي الاهلي، وقلنا ده خطا ولا يليق وكذا وكذا، وتعدل القصه دي. ده شيء احنا بتحس ان انت عملت شيء ايجابي. بديكم مثال، يعني لما بنتكلم مثلا لما اتكلمت على الفكره بتاعت ال انا عايز اجيب لكم مثال، المستحقات المتاخره مثلا بتاعت سي مثلا نادي الزمالك مثلا اللي هي في الفندق، لما قلت فيريرا والنادي مدين للفندق بمبلغ وده لا يليق، ان نادي الزمالك ليه ايمج. يعني انت بتتكلم على القيمة الشكلية حتى لنادي الزمالك ومكانته. عرفت انه النادي دفع وسدد انا ببقى سعيد، رغم انه انا بقول اهو بل مش سعيد، انا بهو بقى رسم بشكر الادارة ان هي سددت واشتغلت على ده ودفعت من كام يوم. وعلى فكرة وقالوا لي امبارح يا رئيس في قناة الزمالك قالوا انه طلعوا ايصال السادات. حلو جدا، ده مش خناقه. احنا لما بنقول خد بالك من دي، ودايما حتى انا عندي جمله شهيره بقولها، يا جماعه انا بلقي الضوء، انت حر، بقولك خد بالك عندك مشكله في ملف الرعايه يا نادي الزمالك، ذاكرها، انت حر تذاكرها ما تذاكرهاش، دي مش شغلتي. لكن انا شغلتي اقول لك خد بالك ممكن يكون انت طريقتك غلط، ممكن محتاج تصويب في الحته دي، محتاج تعديل في الحته دي، ذاكر الحته دي يا نادي الاهلي، وشوف الحته دي يا نادي الاسماعيلي. وياما انتقدنا حاجات كتيره في النادي. فلما الزمالك يدفع ويطلع امبارح الايصال وكانه هي في خناقه او لا، بالعكس ده تكمله اللي انا قلته. بشكر جدا جدا، وهو بشكر، مع ان ما حدش بعت لي قال لي اللي احنا دفعنا، يعني ما حدش بعت لنا احنا حتى في 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 اصول الاعلام ابعت إيه،
قول يا جماعه انتوا قلت احنا سددنا اهو، هطلعه على فكره ما عنديش مشكله. موضوع مصطفى شلبي اللي اتنشر في السوشيال ميديا، وكل لو الزمالك بعت قال لي يا شبانه كل اللي اتنشر على السوشيال ميديا ده كذب، العقد اهو بتاعنا الاصلي هطلعه على الشاشه. طب انا بيبقى في عقد منتشر لمصطفى مثلا، يعني بتكلم بشكل عام يعني، ما كل وسائل الاعلام هتتكلم عليه وتقول لي نادي الزمالك طلع العقد، هو ده العقد سليم ولا مش سليم؟ وعلى فكره انا اعلنت ده رسمي، قلت انا من مدرسه ان شاء الله ياخد 100 مليون جنيه في السنه، ده عرض وطلب وسوق مفتوح، بس لما تشتري الشقه غاليه اشتريها في مكان يستحق الثمن اللي اتدفع فيه. ما عنديش مشكله تشتري الشقه ب 100 مليون جنيه، بس تبقى على النيل كده ولا على البحر وفوق ومتشطبه حلوه قوي مش كده؟ ولا اشتريها ب 100 مليون جنيه وهي ما تسواش بتسوى اقل من كده. يبقى غلط، بترمي فلوسك في البحر. فما عنديش مشكله ان مصطفى شلبي ياخد يتكلف 68 مليون جنيه على الزمالك زي ما اتحط في الكلام اللي نزل في العقود اللي على السوشيال ميديا. ولو الزمالك نفى وبعت لي انا شخصيا انا وشبانه وبعلن على الهوا اهو قال لي العقد اهو هذيعه وهطلعه عادي جدا. ولو الزمالك ما اعلنش على قناته ان هو سدد الفلوس بتاعه فيريرا وبعت لي انا شخصيا شبانه هقولها، لان دي اصول مهنه احنا اللي بنعلمها للناس. يعني اصول المهنه دي احنا اللي بنعلمها للناس، شغلتنا نعلمها للناس، وتاريخنا وخبراتنا تخلينا نعمل كده. فانا عايز الناس تتقبل دايما الاعلام، الاعلام اصله لا يمكن لا يمكن يجي بالشيل دي حط دي اعمل دي دي لا دي لا. اذا كان في مسؤول في الوسط الرياضي يتخيل انه هو يقفل يسكت ده او يشتغل على ده او يقول ده غلطان او ده صح او ده ايجابي او ده سلبي بالفكره دي، يبقى غلطان خالص. الاعلام ان تتقبل النقد وان تتقبل الخطا، ولو انت عملت التصويب ابعت وقول، لان احنا مكملين لعمل المؤسسات. انت مش ضد المؤسسه، وانت لما تقول في صرف صحي ضارب في حي فانت كده ضد الحي ورئيس الحي ده، انت مكمل له، خد بالك هنا ضرب كذا كذا والناس الموظفين اتاخروا في حل المشكله، فرئيس الحي مفترض يكلمني يشكرني مش يزعل مني ويتقمص. انا بدي مثال يعني، هنا دور الاعلام بقى اللي بقول عليه المكمل، اللي هو دور النقد الذي يسعى للتصويب. يعني طبعا احنا المواضيع دي بنتكلم كتير، انا عارف ان انا بكلم نفسي او لبعض المسؤولين مش كل المسؤولين الحقيقه. يعني انا برضو مبسوط انه نسبه 95% من المسؤولين فاهمين ده عن الرياضه والانديه والمؤسسات الرياضيه في مصر، عارفين ده ومتقبلين ده وفاهمين ده. وانا ياما اتكلمت عن قضايا وياما تحدثت عن موضوعات وياما فتحت تحقيقات عن موضوعات وياما انتقدت مواقف، وبعد ما بخلص او تاني يوم او بعد 5 دقايق او رساله على الواتس بيجي المسؤول بيبعت لي او يكلمني وبكلمه وبنتناقش والراجل بيحل المشكله وبيشكرني وعندي يعني بص بدل الخطاب الشكر 1000. انما الفئه القليله هي التي لا تتقبل النقد. ليه؟ تلعب دايما على فكره تحويل الاعلام لعدو، بيهد امسك المعبد بيهد مشكلة. عموما خلوني اطلع فاصل، هنتابع مع بعض تقرير عن الاهلي واسوان، وهل تعود انتصارات الاهلي مرة اخرى ام صحوة فرسان الجنوب تكون على حساب البطل الافريقي. كمان عندنا النادي الاهلي اللي دايما شهير بان هو يعني بتظهر قوته في وقت الازمات. ايضا عندنا صفقات الزمالك وبينتظر النهارده، وهتكلم بعد الفاصل عن لجنه الانضباط. انا حاولت اتاخر شويه عشان مفترض مجتمعين لجنه التظلمات، اسف، المستشار عادل الشرباجي، وهل صفقاته دي لو رجعت له هتعيد مره اخرى لنادي الزمالك الرهان على الانتصارات الفترة الجاية ولا لا؟ وبعدين ارجع اتواصل مع حضرتك.